طيب نشوف بقى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي قال ايه. قال ان هو راضي تماما عن مستوى الاهلي في كاس العالم للانديه، وقال ان الفريق هيقاتل من اجل المشاركه في البطوله ان شاء الله السنه اللي جايه. قال ان احنا كنا خير ممثل للكره او للقاره الافريقيه وللكره الافريقيه في كاس العالم للانديه، وان احنا صعدنا للنص النهائي، وان احنا هنلعب بكره ان شاء الله على الميداليه البرونزيه. قال انه قبل 4 سنوات انا حضرت هنا مع سان داونز وما حققتش المكسب، بس النهارده انا حققت مع الاهلي الفوز على الدحيل، وقدمنا مستوى مميز او متميز كمان قدام بايرن ميونخ، وان احنا بنلعب حاليا على الميداليه البرونزيه، وان الطموحات في النادي الاهلي بلا حدود، احنا بنسعى دائما للنجاح وهنقاتل من اجل العوده السنه الجايه للمشاركه من جديد في كاس العالم للانديه. تصريحات زي دي بتبسط جماهير النادي الاهلي ان هم عايزين اكيد العشرة في افريقيا، وعايزين يشوفوا مشوار بقى موسيماني مع النادي الاهلي في افريقيا من اوله لاخره، وان ان شاء الله نقدر نحقق الفوز بالبطوله ونشارك من جديد في كاس العالم للانديه.